صحيح الفراخ المجمدة المستوردة هتحل أزمة الأسعار، لكن في صناعة تعالوا نشوف إزاي نحميها من انهيار. هم عندهم مشكلة تانية، عندهم مشكلة كمان إن الفراخ بتموت دلوقتي بسبب إن الأدوية اللي بتحصن الفراخ من الأمراض والحقن واللقاحات يعني اللي بياخدوها اللي بتاخدها الفراخ فاسدة، تخيلوا، فبتؤدي إلى موت الفراخ. بقى عندهم مشكلتين، يعني ان حالهم انهار بسبب ان الفراخ المجمدة جاءت، لكن طبعا اي نهج لخفض الاسعار مطلوب، مطلوب على التجار ان يتكيفوا مع ذلك يعني. لكن عندهم مشكلة تانية ان الفراخ بتموت منهم الان بسبب الادوية والحقن المتعلقة بتحصينها من الامراض المختلفة. خسائر متلاحقة ومتسارعة يعاني منها المستثمرون في الدواجن بالدقهلية. آلاف الدواجن النافقة والتحصينات غير مجدية. التحصينات اللي بتيجي دي كلها تحصينات فاسدة، ساعة ما بيجيله دور مرض التحصينات ما بتسدش معايا خالص. تبدأ العنبر يقع مني كل يوم واطلع نافق كتير وبعزل اعزل اي فرخ مصاب. لو ما عملتش كده المزرعة كل يوم بتطلع كتير، بطلع لي في اليوم ممكن 200 نافق في اليوم الواحد. انا 8000 فرخ الدورة اللي فاتت، أنا ما بعتش من 8000 دوم 2000 ونص، والمزرعة كلها معدومة. 90% من الأدوية مستورد، وكل الأدوية المستوردة بتيجي من بره، العزل بتاعها من بره خلاف اللي هنا. فنيجي مثلا العزل بره بيبقى درجة حرارة 20 تحت الصفر و10 تحت الصفر. النهارده في مصر ما ينفعش اللقاحات دي تاخد من هنا، يعني المفروض احنا نعمل العزل بتاعنا من مصر، المفروض مراكز البحوث تشتغل. لو مراكز البحوث اشتغلت هتقلل معانا الأمراض. يرضي مين ان احنا نجيب ادويه وتحصين من بره وبيتنا يتخرب؟ يرضي مين يعني بجد حقيقي؟ هيك فرخه زي كده ايه اللي يخليها تصيب بالعمى؟ ده يا فندم اثناء الدوره اتصابت. اتصابت ده حاجه اسمها مرض اسمه نيوكاسل، ده فيروس ملوش علاج زيه زي الانفلونزا. احنا بنحقن وغصب عننا ومضطرين اننا نحقن، وفي الاخر بنحقن ميه عاديه مفيش فعاليه خالص في الادويه. الادويه بتيجي طبعا كلها زي كانها معموله تحت بير السلم زي ما بقولوا، وبعد التحسين بيومين التقي بطلع بال 40 فرخه بال 50 فرخه. النفي يزيد، ده انا بحسن عشان امنع الامراض. النفي يزيد احسن، مفيش فايده. دي بعد ما بنخلص احنا بنبيع، دي التاجر بيجي بتاع مجزر ان كانت تمشي معايا ياخدها، وبياخدها ببلاش يعني بياخدها بربع فلوس. 60 او 70% من بتوع المجازر اللي بتلاقيها كيلو وربع وكيلو ونص، والفراخ المضروبه كلها اللي ما بتوصل للمجزر بيكون نصها مات، بتتذبح وتنزل فعلا كده. مزرعه ما بتدينيش، بصرف عليها ومديون، وبجيب الكتكوت غالي والعلف غالي والدواء غالي. يعني الدورات اللي فاتت كان شبه منهي، العنبر ده كله مات. استغاثات حارة ومصير مجهول ينتظر الثروة الداجنة في مصر إذا لم يوضع حل يوقف تلك الخسائر. الأسعار، السوق منهار، مفيش سوق، مفيش أسعار بسبب إن الفراخ المجمدة يعني خلاص احتكرت السوق. دلوقتي هي تعتبر بتنعدم خالص، معدومة معدومة خالص بسبب إن الوقت الأسعار مفيش وكل دورة بنخسر. كسوق محلي مش مضاهي تكلفة الفرخ هنا، الأدوية غالية، الفرخ دلوقتي بتكلف 6 و7 جنيه، طن العلب ب7000 جنيه. كون العلف يكون ب 7000 جنيه والكتكوت ب 9 جنيه وب 10 جنيه وتكلفة 4 جنيه تدفية وعمالة ونشارة وكهرباء، كل ده بيحط على المربي. الناس بقالها 6 أو 7 سنين بيوتها بتتخرب من 2011. السبب اللي التحصينات والأدوية مضروبة جاية من بره، مضروبة مش بتاعتنا. في احتكار في رجال الأعمال في الفول والصويا والمواد الغذائية. فاتحين مشروع عشان ناكل منه عيش مش نخسر.